يرجع التونسيون نجاح ثورتهم هذه الذي لم يكتب لانتفاضة المناجم قبل سنتين إلى وسائل الاتصال والتكنولوجيا، حيث تحول كل مواطن إلى مراسل، في حين خنق نظام بن علي التحرك قبل سنتين في العتمة من دون أن يسمع صوته. ويرى التونسيون في مواقف الأنظمة العربية التي تعاطفت مع بن علي أو التي ارتابت فيما يشهده الشارع التونسي قلقا حقيقيا لأنظمة استبدادية لا تقل سوءا عن النظام الذي كان يتحكم بتونس من صحوة شعبية منذ أكثر من 20 سنة، منذ مجيء الطاغية بن علي إلى تونس على إثر انقلاب أبيض بشهادة طبية مزورة حكم البلاد بالحديد والنار. البلاد التي حكمت بالحديد والنار منع الشعب فيها من الكلمة. الشباب اللي انتفض الآن هم شباب عاشوا في فترة بن علي أكثر من 20 سنة لا يتكلمون إلا اللغة اللي يحبها بن علي. الشاب في قفصة ولا في سيدي بوزيد ولا في أي في رقاب في المظيلة في قصرين في تالة صار مراسل صحفي بدون ما يكون عنده بطاقة صحفي، صار يسجل بالنقال متاعه ويبعث لأي وكالات أنباء، يبعث زميله صديقته أبوه أمه جده في كل مكان، صار العالم صارت المسألة مفضوحة. هل برأيك الحركة اللي شهدها الشارع التونسي كانت مدعومة من جهات خارجية؟ مستحيل، يعني لأنه المناطق الداخلية هذه ما عندها حتى علاقة حتى بالأحزاب السياسية، حتى بالأحزاب السياسية القائمة يعني ما عندهاش حاجة رسمية، يعني ارتباطات رسمية، فما بالك بالأشياء الأجنبية. هذه دعاية مغرضة حاول يبثها نظام الحاكم وبن علي رأسا في الخطبة بتاعه، وهذه مجموعة ملثمة وتدمر في مؤسسات الدولة وعندهم ارتباطات خارجية وظهرت بالمكشوف الناس الملثمين هما رجال من الحزب الحاكم يأتون ليلا بحراسة أمنية ويدمرون مؤسسات الدولة، يعني مش مرة مش اثنين مش ثلاثة، وتكشفت اللعبة هذه قبل إتاحة بن علي. هل هناك خوف من أن يقوم النظام بتجديد نفسه؟ نعم، الخوف هو هذا. المظاهرات اليوم وأمس في تونس تعكس أن هناك خوف شديد، لأن النظام يعني الوزير الأول هو الوزير الأول، وزير الدفاع هو وزير الدفاع، وزير الخارجية هو وزير الخارجية، وماذا بقي؟ يعني وزارات السيادة هي في يد الحزب الحاكم، ونحن نعرف الأنظمة هذه قادرة وعندها قابلية وقدرة فظيعة لإعادة استرجاع الأنفاس، خصوصا أنها مدعومة من جهات أجنبية عربية ودولية. ويرى عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ناجي مرزوق أن هناك شروطا لا بد من تطبيقها لإرساء تغيير حقيقي في البلاد بعد أكثر من 20 عاما من القمع، أبرزها إقرار قانون العفو وإطلاق سراح المساجين السياسيين ومساجين الرأي وتغيير قانون الأحزاب والجمعيات وقانون الانتخابات، وإلا فإن النظام السيء قد يجدد لنفسه بصورة مغايرة.